ايه بعدين؟ في دخلني السيارة. ايش فيه دخلك ها؟ ما مشت معاك؟ الله مو قصدي. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الشباب عساك الله خير وصحة وسلامة. حياكم الله في حياكم الله في الحلقة الأولى من يوميات شرطي. سووا نفسكم ما شفت البرشوت اللي طاح ونقول بسم الله يا حبيبي. توني أقول بسم الله. اسلم يا مدير. تعال تعال تعال. أنا أدور حرش أنا أدور حرش. يا ليل الكيبورد يا جماعة الخير. اقسم بالله ترى سواقه في الكيبورد شيء ثاني. لا تلوموني على اللي بتشوفونه بعد شوي. على العموم والله ما مداني أعطيكم المقدمة، ولكن أخونا في الله مدرعم ويدور حرش مع الشرطة، لكن أنا أروي. وقف يا مواطن وقف. أي طبعا يا جماعة الخير، عشان تكونون بالصورة كشرطي لازم التزم قوانين السيرفر. ما يمديني ارمي على الشجر ولا ابوس الشجر انا، ولا ارمي عليه، ولا وش اسوي بالضبط. الزبده يا طول العمر. وش مع هذا كامري؟ ما عليه. الزبده يا طول العمر اني راح اجيب راسه. ابعدكم ما راح اخذلكم في اول مهمه لي كشرطي. وقف يا مواطن وقف. والله كنت برمي خلاص، مرت اكثر من تعال. بس راعي الاسعاف كان في ما عليه. نجيبك نجيبك. طاير وين يا قلبي؟ طاير وين؟ طاح هنا وهو مات صح؟ طيب والله لا اجيبك، والله ما اخليك. راعي المرخص خويه يعزز له يا اخوك. انا طحت من فوق الجسر، ما ادري ايش حصل. انا ميت، المفروض ما اتكلم. ايه كويس انك حافظ. ميت يا حلو، ميت الحين. هذه نهايتك. انت متحرش في شرطي في اول يوم له رايق يا اخوي. خلنا نشوف لك اسعاف يجي يقومك قبل لا تفقد الوعي. انت مش ميت، انت في غيبوبة. الحين يجون ويصفقوا لك شوي كذا ويقومونك. ما عليك اصبر بس يا اسعاف. تكفى تعال قبل لا يتحلل هذا الدريو المحترف. طيران جناه اسوي فيها اللي مضيعني. اي كفو والله، راح الاسعاف جاي. خوفي انه يضيع يجلس فوق بس. والله كفو جاء يا مواطن. نعم نعم. وش عندك هنا يا نعم مواطن؟ يا حضر الشرطي وينه؟ وين الميت يا حضر الشرطي؟ هنا ها هذا الميت. وينه؟ مو شايفه انا الحين. انت المسيف؟ اي انا مدير المستشفى معك طال عمرك. حياك الله. هذا ما تشوفه قدامي؟ ما الظاهر جلتش، ما قاعد ينعش. انعش انعش انت. طيب خلنا نجرب. انا خلنا نجرب. مو طالع ليه هو؟ هو مختفي عنده جلتش والله. يعني عشت انا مو شايف. ما عليه، الامور طيبه. انا ملاحق. انا عموما يعطيك العافيه، سامحنا. لا والله ما قصرت، سامحني تعبتك معي. لا ما منت. يعطيك العافيه. حياك الله. سلام عليك. السلام. خلنا كلبشه عشان لا يزبن قبل لا يقوم. والله اني حطيت له ايزي كف بس ما ادري ليش ما يتكلبش. وش فيك ترتعش يا قلبي؟ خلنا نسوي له اي مكلبش. حلو يا ليل. في جلتش يا جماعه، في مشكله. الحين راعي المرسيدس شو وضعه؟ واقف هنا عنده ياخذه صح؟ روح افتك الكلبش. تعال يا قلب، تعال يا مسخ. والله ما اخليك، والله ما اخليك، والله ما تروح.
شلون تبدل سلاح؟ شلون تبدل سلاح؟ تكفى لا ودي بالفرد دارس كهرب والله ما اخليك. طيب بعدين مش عارف ابدل السلاح. والله السلاح مش راضي يتبدل. ايوه لا لا ارجع تكفى الفرد اعطني الفرد. ايوه بس خلاص بس خلاص. اي هذه نهايتكم هذه نهايتكم. وين الثاني وين الثاني طاح؟ والله لا امسك واحد واربيكم. هذه نهايتك يا الحبيب تزبنه مني. هاي الحبيب شارد وين؟ شارد وين يا قلبي؟ والله ما تروح والله ما تروح. ان شاء الله المسعف يشوفك هالمرة. خلنا اتصل به اشوفه هالمرة يشوفك ولا ما يشوفك. هلا بالحلوين هلا بالشيوخ هلا بالخوي المعزز. تحسبني مش شايفك تحسبني مش شايفك جالس مبسبس هناك الموتر. واضحة ترى الشغلة بس اعطيكم على جوكم. بعدين نسمع ترى البنق له دور. الحين بقومك واتمنى انك ما تزبن زين لانه والله العظيم لا ما يمديني اكلبشك ولا يمديني اركض وراك زي الناس. ترى في تقطيع عندي فلو سمحت خليك انسان محترم عشان لا ازيد مدة السجن. هذا انا اقول لك يا رب ان الاسعاف يجي. بس اسعاف والله طول فشكلي بضطر يا الحبايب اني اقومكم بنفسي. طيب الحين قم. ايوه مكلبش امورك طيبة. لا حول ولا قوة الا بالله يلاق. لا يا اخي هالولد صامل والله صامل. لا وينه وينه مختفي ما اشوفه يا جماعه اخت. تعال يا كلب تعال تعال يا حيوان تعال تزبن. ها شوف متكهرب وهو خوالي. من تبع خوالي انت ولا شكلك من تبع خوالي؟ هلا هلا يا مسعف بالله قومه هذا. حاضر حاضر يا قلبي. تشوفه هالمرة زبل قبل شوي مع واحد. بس انت وينك؟ انا ما قاعد اشوفه. انا تحت 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 هذا. طيب ما يمديك الطب ورفق السور مزين يا طب ما شفتني يوم جيتك. لا لا تشيني وانت شايني الطب يمديك؟ ما جربت. حي الله من شرفنا في الموتر. الله يحييك. عندنا فعاليات في السجن. بيعت دخلني السيارة. اي بعدين وش فيه دخلك؟ ها ما مشت معاك؟ الله مو قصدي. طيب طيب انت كذا ما شاء الله عليك تزيد الايام يعني تزيد الشهور يا قلبي. يعني في عندكم مشاكل شوي. حي طيب. الله من نورنا بالسجن وجودك. الله اي واحدة تبي؟ اي زنزانة؟ لا ايوه اخر واحدة على اليمين. اخر واحدة على اليمين هنا عشان اشوف الناس الرايحين والجايين.
طيب استقبلهم يعني. طيب غالي اتوقع انك تعرف التهم يعني ما احتاج اطول سالفة. بعدين على فكرة يعني مساعدة المجرم تعتبر مجرم مثله يعني يزيدك من الشربين. ما حسبت انه مجرم. ايه مهربة مشردة مني مسوي فيها بريزن بريك بس. طيب ما عليه نشوفك على خير ان شاء الله وان شاء الله ما تعودها يكون لك درس طيب هذا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب كم المد؟ خلنا نحسبها يا اخوي انت مشاوير يبي لها ورقة وقلم هذه مدتك. انا كلها احسب السيد وخلاص. طيب نعطيك 15 شهر 8 2 0 3 ادخلها 5 شهور 10 شهور بس لعيونه. الو اللقاء يا صديقي. هذا نهاية المجرمين. لاعبي عطشان لا اطيح من العطش ما لها داعي والله. بسرعة بسرعة الحقيبة ريد بول يا حبيبي سريع سريع درينك. اشرب 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 هالكوني هذا لا اشرب. ربي هالكوني جالس الاحق وراهم. ويبي لها حبة حاشي طول العمر كل بالعافية عليك. ايه والله يا مشاوير الشباب هذا. لا سكر الباب راك. اتمنى المقطع عجبكم يا شباب. لا تنسوا اللايك والاشتراك ونشر المقطع. ان شاء الله نشوفكم على خير في مقاطع جاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.